قبل ما نبدا يا توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك على اليوتيوب عشان ننزل الفيديو اللي بعده في اسرع وقت في البدايه حابين ننوه اننا فتحنا قناه جديده لملخصات الافلام اسمها فيلم في البريك هتبقى متخصصه بس في ملخصات الافلام والمسلسلات هتلاقي رابط القناه في صندوق الوصف خلصنا الجزء الأول من أرك اعتداء بين لما تندو دمر قرية كونوها كلها وناروتو جمع الضفادع بعد ما شيما مرات فوكاساكو استدعتهم وناروتو كان واقف متفاجئ وما كانش يعرف إن دي قرية كونوها لأن القرية كلها كانت متدمرة وطلعت تسونادي من تحت الأنقاض وما كانتش مصدقة اللي حصل في القرية والعلامة اللي على بينها اختفت لأنها استخدمت تقنية الاستشفاء المتطورة بتاعتها وخلت كاتسيو تعالج النينجا كلهم باللي باقي عندها من اللي وبدأ نينجا كونوها يطلعوا من تحت الانقاض واحد واحد وبره القريه كوكودو استخدم تقنيه طيف الجحيم والتقنيه دي كان ليها قدره تانية. وهي انها بتقدر تحيي اي شخص ميت فجيكوكو دخل شرادو جوه تمثال طيف الجحيم وخرجه سليم وهي دي التقنيه اللي بين بيقدر يحيي بيها شخصياته وكونان قالت لبين ما كانش لازم تعمل الانفجار للتهور ده فاتشيكشودو قال في دماغه وهي دي طريقتي في تحيي العداله وكونان قالت انا مش هكمل القتال وهروح عند بين عشان ارعاه وشورادو رمى تشيكشودو جوه القريه وتشيكشودو استدعى الباقي تاني ووقفوا كلهم قدام ناروتو وتندو قال له كويس انك جيت وفرت علينا مهمه البحث عنك فاتسونادي جت هي وواحد من الامبو ووقفوا مع ناروتو وقالت لتندو انا الهوكاجي الخامس وهعاقبك على اللي انت عملته ده فتندو قال لها انت كده بدات تحس بالالم وساكورا كان جنبها نينجا من عشيرة الهيوجا بيبص بالبياكو وبيحكي لها اللي بيحصل وساكورا قالت ناروتو مدهش وناروتو قال لجاماكشي خد تسونادي لمكان آمن وقبل تسونادي ما تمشي سابت كاتسي ومع ناروتو عشان تدعمه بالتشاكورا وناروتو قال لتسونادي أنا بقيت أعرف أحس بتشاكورة الطبيعة وبحس كمان بتشاكورة الناس اللي حواليا بس أنا مش حاسس بتشاكورة المدرب كاكاشي هو في مهمة بره القرية فتسونادي ما ردتش عليه فناروتو قال لها كده فهم. ومشيت تسونادي واستدعى تشيك وحيد القرن وخلّاه يهجم على ناروتو فناروتو مسكه ورماه وتشيك شودو بعد كده استدعى كلبين ففوكاساكو وشيما مراته وقفوهم بتقنيه اسمها اغنيه الضفدع وناروتو عمل نسختين وجهز السودة مع سنجان وضرب بيها الكلبين وجري على جاكيدو وهجم عليه وحاول يشتته ويضربه بس كاتسي وكانت على ظهر ناروتو وقالت له على قدرات شخصيات بين وانهم كلهم عنهم متصله ببعض فناروتو وقال قال كده لازم اهجم هجوم غير مرئي وناروتو هجم تاني بتايجيتسو الضفادع وضرب جاكيدو وضع عليه فتندو قال انا كنت فاكر اننا تفادينا هجومه وفوكاساكو قال لشيما ناروتو ما ضربش جاكيدو بايده ده ضربه بالمجال بتاع طاقه الطبيعه اللي بيحوطه وبدات الضفادع اللي مع ناروتو جاما بونتا كنسان وجم هيرو يهجموا على الحيوانات بتاعت تشيكشودو وقعدوا يقتلوا فيها وتندو بعد الانفجار اللي عمله في كونها قدرته وقفت مؤقتا وما كانش قادر يستخدم أي تقنيات ووقف وقال لناروتو أنا كمان المدرب جيرايا دربني زيك عشان كده أنا وأنت هنبقى فاهمين بعض تعالى معايا عشان السلام يعم العالم فناروتو قال له ما تتكلمش عن السلام وجهز فوتون راسين شوريكن ورماها عليه وناروتو بعد ما رمها قال هي دي نتائج تمرين التاني اللي كنت بتمرنه بالليل في جبل ميوبوكو وفوكاساكو كان واقف مذهول وقال ناروتو ما كانش بيعرف يرمي أي تقنية قبل كده والفوتون راسين بعد ما ناروتو رماها كانت رايحة على تشيكشودو بس نينجندو رماه بعيد عشان ينقذه بس فجأة التقنية كبرت وتمددت وأصابت نينجندو وقضت عليه وعملت انفجار كبير فتندو قال دي درا كان عنده حق ناروتو ده لا بيسمع ولا بيفهم وبقى فاضل من شخصيات بين تشيكشودو وتندو وجيكوكودو وتشيكشودو استدعى طائر وخلاه يهجم على ناروتو فناروتو تفاداه وشيكامارو كانت رجله مكسورة بعد ما طلع من الأنقاض وما كانش عارف ايه اللي بيحصل وكاتسي قالت له ان ناروتو بيقاتل لوحده فشيكامارو قال ازاي بيقاتل لوحده فشيكاكو ابوه قال له ما تخافش عليه طالما اتقن اسلوب الناسك والقتال كان لسه شغال والضفادع كانت بتقاتل كلاب تشيكشودو. وناروتو كان بيقاتل تشيكشودو بالكوناي ونمط الناسك كان خلاص بيروح من عند ناروتو فقال في دماغه لازم اتخلص من تشيكشودو قبل ما نمط الناسك ينتهي ففوكاساكو وشيما مراته قرروا انهم يساعدوا ناروتو عشان يخلوه استفرد بتشيكشودو ما استخدمت التقنية وعملت سحابة غبار وفوكاساكو ومسك جاما بونتا ورماه في السحابة وجاما بونتا خد ناروتو وتشيكشودو في فمه عشان يفصلهم عن بقية شخصيات بين وناروتو جوه فم جاما بونتا قعد يضرب في تشيكشودو وبعد كده براس مضاعفة قضى عليه فالحيوانات المستدعاة بتاعة تشيكشودو اختفت وما بقاش فاضل من شخصيات بين غير تندو وجي وخرج ناروتو من فم جاما بونتا بعد ما خلص نمط الناسك وقال في دماغه انا لما بعمل اتنين فوتون راسين ريكن بيستهلكوا نمط الناسك وانا فاضل لي مرتين بس استخدم فيهم نمط الناسك وجري تندو على ناروتو وناروتو كان بطيء بعد ما نمط الناسك راح من عنده ما قالت لفوكساكو لازم نندمج معاه عشان نجمع طاقة الطبيعة ونخليه يدخل في نمط الناسك تاني ففوكاساكو قال لها ما ينفعش الكيوبي بيرفضنا بس ناروتو لا فكرة للموضوع ده وناروتو وهو بيتصدى البين رمل اللفيفة اللي على ظهره الفوكاساكو وفوكاساكو استخدمها واستدعى نسخة من ناروتو ما قالت هو رجع نمط الناسك ازاي ففوكاساكو قال لها هي دي فكرة ناروتو هو سايب نسختين منه بيجمعوا الطاقة الطبيعية في جبل ميوبوكو وممكن يستدعي اي نسخة منهم من خلال اللفيفة دي ولما النسخة بتيجي الطاقة اللي جمعتها بتروح لناروتو وبيقدر يرجع نمط الناسك تاني وناروتو جاهز فوتون راسين شوريكين ورماها على تندو بس فجأة جاكيدو جه ومتصها فناروتو قال في دماغه انا متأكد اني قضيت على الشخصية دي قبل كده وعرف ناروتو من كاتسيو ان جي كوكودو هو اللي رجع جاكيدو للحياة تاني بتقنية طف الجحيم وناروتو جاهز اتنين راسنجام في ايده ورمى قنبلة دخانية وفجأة رمى فوتون راسين شوريكن من خلال القنبلة الدخانية وجاكيدو كان هيمتصها بس لما بص اكتشف ان ده ناروتو كان مستخدم اسلوب التحول وكان متحول للفوتون راسين شوريكن وناروتو وقع جاكيدو والفوتون راسين شوريكن الحقيقية راحت على تيندو بس تيندو قوته رجعت له まだだ戦術連何,何 وبعد ما ناروتو قضى على جيكو كودو ما بقاش فاضل غير جاكيدو وتندو وتندو ضرب ناروتو بالدفعة المقدسة والضفادع هجمت على تندو وجاكيدو فكاتسي وبدأت تشرح لناروتو قدرات تندو وقالت له على الفصل الزمني الخمس ثواني اللي تندو ما بيقدرش يستخدم تقنياته فيه بس تندو هجم على الضفادع بالدفعة المقدسة وطيرهم لبعيد ونينجا القرية كلهم في الوقت ده عرفوا من كاتسي وان ناروتو بيقاتل لوحده وهنا تبسط بالبياكو وكانت عايزه تتدخل بس في واحد من النينجا اسمه كو منعها، وفوكاساك وشيما قالوا لناروتو احنا هنستخدم الجينجيتسو بس هناخد وقت فناروتو قال لهم انا هحاول اعطلهم. بس تندو سحب ناروتو بالبانشوتين وجاكيدو ضربوه ومسكه، وقعد يمتص تشاكوره نمط الناسك منه فناروتو استغل انه ثابت وبدا يجمع طاقه الطبيعه ودخل في نمط الناسك وخلى جاكيدو يمتص منه تشاكوره نمط الناسك اكتر ولان جاكيدو ما بيعرفش يعمل توازن بين الشاكرا الداخلية والطاقة الطبيعية اتحول لتمثال ضفدع وناروتو كسره وخلص منه وفوكاساكا وشيما كانوا خلصوا تقنية الوهم وقالوا لناروتو احنا جاهزين بس تيندو سحب فوكاساكو بالبانشوتين وقتلوا وناروتو ملحقهوش وشيما ما كانتش مصدقة ان فوكاساكو مات وتيندو رمى فوكاساكو لناروتو وسحبه هو كمان وضربه ووقعه في الارض وبعد كده عوروا في ايده بالاداة الحديدية ومسكوا بيها ناروتو بقى عنده الطرف اللي تشاكرة من الاداه الحديديه وقال لتندو انت بتعمل كده ليه فتندو قال له عايز احقق السلام والعداله فناروتو قال له انت اذيت كل اللي عرفه مو دمرت قريتي ما تتكلمش عن السلام فتندو قال له ايه اللي حصل ليك ولقريتك ده حصل لقريتي قبلك وكل ده بسبب كونها والبلدان العظمى انا قريتي قريه المطر واقعه وسط البلدان العظمى والحروب كلها كان مقرها بيبقى عندنا وخلال الحروب وحتى بعد الحروب الحروب ما تخلص احنا اللي كنا بنتألم وندفع الثمن من غير ذنب قرية المطر ما كانتش بتحارب اصلا بس موقعها الجغرافي هو اللي ظلمها انا وانت عايزين نحقق السلام زي مدربنا جرايا بس كل واحد بطريقته لازم تفهم ان عالم النينجا بيحكم الكره والناس عمرها ما هتفهم بعض تقدر تقول لي هتحقق السلام ازاي في الكره ده فنرو تفكر وقال له انا ما عنديش اجابة لسؤالك فتندو قال له انا اسست الاكاتسكي عشان اعمل سلاح بكل وحوش البيت بيجوا والسلاح ده يبيد الناس ويعرفوا معنى الألم ويوقفوا الحروب اللي بينهم ولو حد فكر بس يحارب هيخاف مني ومن سلاحي فناروتو قال له ده سلام زائف وهم بيتكلموا شيكامارو اتجمع هو وشيهو وإينو وإنيوتشي وإنيوتشي قال لهم أنا لما دخلت جوا على نينجي قرية المطر عرفت إنه كان بيودي جثث لبين وكان بيوديها له في أعلى برج في قرية المطر بين قاعد في حتة مرتفعة في قرية المطر عشان يقدر يوزع اللي على شخصياته لان نطاقها هيبقى اوسع وهو في مكان مرتفع واكيد هو هنا برضو موجود في مكان مرتفع احنا لازم ندور في كل الاماكن المرتفعة وبين في الوقت ده كان لسه بيكلم ناروتو من خلال شخصية تندو وكونان كانت معاه وبين طلع هو نجته وكمل نجته كلامه مع ناروتو من خلال تندو وقال له انا سلامي مش مزيف انت اللي عايش في الخيال وتندو حط ادواته الحديدية في ناروتو عشان يشل حركته فشي ما قالت لناروتو وما تصدقوش وقاوم انت اللي هتحقق السلام فتندو دفعها لبعيد وكان هياخد ناروتو بس هنا كانت واقفة وقعدت تفتكر ان هي صغيرة كانت ضعيفة وكانت بتستسلم بسهولة وان مرة ناروتو انقذها من ثلاثة كانوا بيرخموا عليها وقالت انا مش هبقى ضعيفة كده ومش هستسلم بسهولة وجريت وراحت هجمت على تندو وبعدته عن ناروتو وقالت لناروتو انا كنت بستسلم من غير ما جرب انت اللي علمتني الصمود وعايز افضل جنبك وانقذك لاني بحبك وكسرت هنا اداة حديديه من الادوات اللي في جسم ناروتو فتندو بعدها بالدفعه المقدسه فرجعت هنا بتقنيه اسمها ضربه الاسدين التوام وقعدت تهجم على تندو ولان نجت كان مرهق جدا واللي بتاعته كانت قربت تخلص ما قدرش يتفادى هجوم هنا وضربته وكسرت اتنين من الادوات الحديديه اللي على ناروتو فتندو دفعها وطيرها تاني وهنا قامت وهي بتنزف وكانت تعبانه جدا راحت عند ناروتو وهي بتسحب فتندو قال لها انت ضعيفة بتقتليني ليه وانت عارفة انك هتموتي فهنا افتكرت جملة ناروتو قالها لها قبل كده وردت بيها على تندو وقالت عشان انا بعمل اللي بقوله وهي دي طريقتي في النينجا وابتسمت هنا في وش ناروتو فتندو رفعها لفوق ونزلها وكسر بيها الارض وبعد كده قتلها بالاداة الحديدية وناروتو كان مذهول فتندو قال له نينجا كونوها قتلوا ابويا وامي قدام عيني كنت مذهول ساعتها زيك كده انت دلوقتي بدات تعرف معنى الالم <تضيف> 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 وفقد ناروتو السيطرة على الكيوبي وتحول لنسخة مصغرة منه وبقى عنده أربع ديول وبدأ الكيوبي يمدد إيده ويكسر الأرض اللي هما فيها وقعد يحدف بعد كده صخرة على تندو وتندو كان بيتفاداها لحد ما صخرة كبيرة جت فيه ورجعته لورا والكيوبي جه وضربه في وشه ومسك صخرة وقعد يضرب تندو على راسه لحد ما وقعه في الأرض فتندو طلع من الأرض وناروتو تدفقت منه تشاكورا أكتر وبقى عنده ست ديول وظهر عنده الهيكل العظمي بتاع الكيوبي وتندو هو بيقاتل قال والألم هو اللي خلاك كده بس خلي بالك ألمي أشد من ألمك وضرب تندو الأرض بإيده وكسرها وخرجت مية من كل مكان وجري تندو في المية والكيوبي كان بيمدد إيده عشان يمسكه لحد ما تندو رسي على صخرة وبدأ الكيوبي يهجم عليه من بعيد بصواريخ نارية وتندو كان بيدفعها بعيد عنه وبيردها تاني بس في هجمة من هجوم الكيوبي أصابت تندو فتندو أم تاني ووقع صخرة على الكيوبي فالكيوبي كسرها وخرج منها والمية اللي هما فيها بقت كلها نيران وفجأة بدأت قلادة الهوكاج الأول اللي ناروتو لابسها تسيطر على الكيوبي وتكتفه فالكيوبي كسرها ونزل في المية بعد كده وراح على تندو بسرعة كبيرة وقعد يهجم عليه فتندو عشان يوقفه استخدم الدفعة المقدسة بس ما أثرتش في الكيوبي فتندو قال مش معقول ازاي الدفعة المقدسة ما أثرتش فيه والكيوبي جه مسكه ورماه سوبر تندو لمسافة بعيدة ورا لحد ما لزق في جبل ووقعت عليه صخور ووقف الكيوبي وكان بيجهز قنبلة بيجو بس تندو خرج من الصخور ودفع عليه صخرة ووقع عليه فحصل انفجار كبير جدا وكاتسي قالت لكل النينجا ابعدوا دلوقتي عشان ناروتو بقى عنده ست ديول والوضع بقى خطير وياماتو كان مع ساي وانكو في مهمة بره القرية وعرف ان ناروتو بقى عنده ست ديول فسابهم عشان يرجع القرية وكان لسه قتال الكيوبي وتن شغال وتندو بدا يهرب من الكيوبي وكانوا بيبعدوا عن القريه والكيوبي حدف صواريخ فنجت وقال لازم استخدم تقنيه انبساق القمر الاسود وكونان قالت له بلاش انت جسمك مش مستحمل فقال لها سيبينا ركز وخرج تندو من ايده قمر اسود ورفعه في السماء والقمر كان بيجذب الصخور ليه والكيوبي كان بيهجم على القمر بس الصخور قعدت تنجذب للقمر لحد ما الصخره اللي الكيوبي عليها انجذبت هي كمان وجت صخور وراها ثبتت الكيوبي في القمر ونجت وهو بينزف قال لكونان انا خلاص قبضت على الكيوبي مع ان القمر بتاعي ده لا يقارن بالقمر اللي حكيم المسارات السته عمله قبل كده وناروتو كان بيكلم الكيوبي في عقله والكيوبي قال له اكسر الختم وخرجني انا هدمرهم وفعلا ناروتو كان بيقتنع وظهر عنده ادل التامن وشكله بقى قريب جدا من شكل الكيوبي وقدر يخرج من صخور القمر الاسود وناروتو كان رايح يكسر الختم عشان يتحول تحول تحول كل للكيوبي بس فجأة مينتو وابوه جه ومنعه وقال له انا عملت الختم ده عشان يخليني اظهر لك لما يكون عندك الديل التامن فناروتو قال له انت الهوكاج الرابع هو انت تعرفني ازاي فميناتو قال له انا اعرفك لانك وريسي انت ابني فناروتو قعد يعيط وميناتو خده بعد كده لمكان بعيد عن الكيوبي وقال له محدش قال لك قبل كده اني ابوك لانك كنت هتبقى في خطر لو الناس عرفت انك انت ابني فناروتو ضربه وقال له انت ختمت الكيوبي جوايا ليه؟ انا عانيت منه كتير اوي، فميناتو قال له انا اسف بس انا ختمت نص تشاكره الكيوبي جواك لاني كنت مؤمن انك هتقدر تتحكم في قوته. الكيوبي لما هاجم القريه من 16 سنه كان في واحد بيتحكم فيه والواحد ده هو فرد الاكاتسكي المقنع والارجح انه بيستغل بين عشان ينتقم من كونها بين نتيجه للكره اللي في عالم النينجا. فناروتو قال له هو ليه كله بيكره كونها؟ فميناتو قال له عشان عالم النينجا محكوم بنظام واي نظام بيبقى فيه كره وانا معرفش ازاي نقضي على الكره ده فناروتو قال له هو كلكم مش عارفين وانا المفروض ان اعرف انا مش نينجا ذكي عشان اعرف فمينتو قال له انت اللي هتقضي على الكره ده ولازم تلاقي الاجابه بنفسك وقبل مينتو ما يمشي رجع ختم الكيوبي زي الاول تاني في جسم ناروتو ومشي مينتو وخرج ناروتو من عقله ورجع لطبيعته وكان واقف على صخور القمر الاسود قدام تندو والصخور بدات تقع ونزل ناروتو وكان في نمط الناسك لاخر مره وقال في دماغه انا حاسس بتشاكورة هناتا اكيد هناتا لسه حيه وفعلا هناتا كانت مصابه من ضرب تندو بس كانت لسه حيه وفريق جاي رجعوا وقفوا عندها عشان ينقذوها وناروتو قال لتندو خلينا قابل بين الحقيقي انا عايز اتكلم معاه فتندو قال له النقاش معاك بقى عقيم ونمط الناسك بتاعك ده هينتهي لو عملت اتنين فوتون راسين شوريكن وهجم تندو عليه بالاداه الحديديه ف ناروتو مسكها منه وضربه ولزقه في الجبل وعور نفسه بالاداه الحديديه عشان يعرف من خلالها تشاكورة ناجاتو جايه منين وفعلا عرف مكانه فتندو قام عشان يهجم تاني فناروتو عمل نسختين وحذف فوتون راسين شوريكن وتندو دفعها بالدفعه المقدسه بس لا فوتون راسين شوريكن تانيه جايه عليه وناروتو قال دي الخمس ثواني اللي مش هيقدر يدفع فيهم التقنيه بس تندو قعد يهرب عشان يضيع الخمس ثواني والتقنيه ما تصبوش اكتشف إن ناروتو كان عامل نسخ كتير ومحولها لشكل الصخور اللي حواليه وخلاها تهاجم عليه بس الخمس ثواني كانوا خلصوا فتند واستخدم الدفعة المقدسة ودفعهم كلهم لورا وناروتو خلى النسخ تمسك بعضها وتمسك الجسد الحقيقي عشان ما يطرش لورا وكل النسخ اتقضى عليها ما عدا نسختين وجهز راسنجان فتند وقال ناروتو مش هيعرف يحدف الراسنجان دي ومش هيلحق يضربني قبل الخمس ثواني وبكده يبقى خلص الجزء الثاني من أرك اعتداء بين وانتظرونا في الجزء الثالث <applause> وبنفكركم تاني اننا فتحنا قناه جديده لملخصات الافلام والمسلسلات اسمها فيلم في البريك هتلاقي رابط القناه في اول كومنت ولو حابب تتواصل معانا فاحنا عملنا بيج جديد على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو يا ريت تعملوا لها فولو لو عايزين يوصل كل جديد عن القناه في النهايه لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقه